عراقيل بالجملة يعاني منها فلاح بلدية بنقش الحدودية. مع انطلاق كل موسم حصاد تتسبب في إعاقة نقل منتوجهم إلى مخازن الديوان الوطني للحبوب. احنا على كل حال عندنا مصاريف تاع التنقل وتاع النقل وتاع الكراء، ماذا بينا على كل حال السلطات تهزنا بعين الاعتبار وتهز المنطقة هذه، معناها يكون فيها التسهيل نتاع التوصيل تاع المحصول نتاعنا. انا عكس القمح كنت تشوفوا فيه هاو اي فات عندي واحد الربع على 5000 درك، انا مش غير العرام هذا هاو روح شوفه كيما راه، ما ندفعش حصوه كيما نقول انا، حصوه ما ندفعهاش اذا كان فيها ترزاسيون. هاو بحذانا هنا نقرين مثلا، علاه ما يديروش ترزاسيون؟ نفوتوا على ديوان، لا ديوان نفوت عليها عادي جدا، ما كانش اللي يقول لك ترزاسيون، ومريقلين كل شيء، من هنا كانت الامور مريقله. نجدوا السلطات العليا، الفلاحة راهم في مشكل كبير من جانب العرائق العراقيل تاع الإدارية هذه، راهم على جال بايدي المنتوج تاعو ولا لادوان تحبسوا في الطريق تقولوا لازم لك لوتوريزاسيون، والفلاح يبات شهر لهنا. منحهم تراخيص نقل المنتوج المؤقتة وهو ما يفرض عليهم أعباء مالية إضافية حسبهم. أكثر من 8000 قطار وأكثر من 340 ألف قنطار هي الإنتاج، توقعات الإنتاج، وإحنا اليوم عندنا إمكانية التخزين هي 350 ألف قنطار، مما يتطلب يعني تسجيل عملية فيما يخص إيجاد يعني فضاء التخزين في مناطق أخرى تكون قريبة لهذه المناطق، حتى نسمح للفلاح نتاعنا ما يتنقلوش أكثر من المسافة اللي هي مطلوبة. مطالب الفلاحين إيجاد حل لمشاكلهم العالقة، حيث يقطعون مسافة 230 كيلومترا من أجل استخراج التراخيص. بات مطلبهم إنشاء مخزن للديوان لاستقبال المحصول بالمنطقة الحدودية وإنهاء هذا الجدل.